خلال اتصال مع ماكرون، الرئيس السيسي يؤكد أهمية التنسيق مع فرنسا بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط. رئيس الوزراء البولندي يعلن جمع أكثر من 6 مليارات يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر للمناحين. بنك إنجلترا يرفع الفائدة بسبب موجة التضخم العالمية غير المسبوقة. التاسعة في القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي توجه بالتهنئة للرئيس الفرنسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة. وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي ما تليه مصر من أهمية خاصة نحو تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع فرنسا على مختلف الأصعدة، فضلا عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات محل الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي حرصه الشخصي على تعزيز التواصل البناء والإيجابي مع الرئيس السيسي لاستمرار التشاور إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التزام فرنسا بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات ومساندة الجهود الحثيثة للرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب دعم الدور الذي تقوم به مصر لصون السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. هذا وقد شهد الاتصال تباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية على المستويات كافة، كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيد سفير، يعني تاريخ من العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا بيتعزز في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف يمكننا تقييم هذه العلاقات بين القاهرة وباريس في ظل سعي قيادتي البلدين لتطويرها نحو أطر أوسع من التعاون؟ صحيح، العلاقات المصرية الفرنسية كانت دائما علاقات متميزة، ولكن من المؤكد ان هي شهدت قفزه هائله بعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسه في مصر وايضا في عهد الرئيس ماكرون، وبالتالي اعتقد انه الفتره الثانيه لرئاسته هتكون فيها قدر اكبر من التعاون والدعم للعلاقات. فرنسا احنا بنعتبرها شريك استراتيجي لمصر في موضوعات كثيره، سواء كانت في مجال التنمية أو في مجال التسليح أو في مجال السياحة وغيرها من مستويات العلاقات الجيدة اللي بين البلدين منذ فترة طويلة. وبالتالي أنا أعتقد أن الفترة القادمة أيضا ستكون يعني فيها قفزات متتالية في العلاقة بين البلدين، وأعتقد أنه يعني الزعامات سواء كانت الرئيس المصري أو الرئيس الفرنسي عندهم فعلا اقتناع كامل بانه لازم تكون هناك علاقه وثيقه بين الدولتين، خاصه زي ما حضرتك شايفه ان الاوضاع في العالم كلها مضطربه بشكل كبير جدا، وايضا في الاقليم اللي احنا بنعيش فيه في منطقه الشرق الاوسط هناك اضطرابات كثيره، وفرنسا بتنظر دائما الى مصر كاحد يعني ركائز الاستقرار في المنطقه، وبالتالي انها بتستمع دائما للراي المصري في قضايا اقليميه كثيره. واعتقد ان احنا هنشهد فتره يعني جيده من العلاقات خلال السنوات القادمه. يعني سيادتك ذكرت بعض الملفات التي تحظى باهتمام مشترك بين مصر وفرنسا، ما الدور الذي يمكن ان يطلع به البلدان للحفاظ على الامن والاستقرار، يعني لا سيما على مستوى افريقيا وايضا على مستوى الشرق الاوسط؟ يعني اولا حضرتك هتلاقي ان في سمات مشتركه في السياسه الخارجيه للبلدين، هي سمات قائمه على فكره تعزيز السلام والاستقرار
سواء كان في حوض البحر المتوسط او في الاقليم اللي احنا بنعيش فيه. ايضا فرنسا لها طبعا دور كبير في افريقيا، ولو انه اصيب ببعض يعني النكسات خلال الايام الماضيه خاصه في دوله مالي، ولكن لا زالت فرنسا لها دور في افريقيا وتستطيع ان هي تتعاون مع مصر في الوصول الى يعني قضايا كثيره في افريقيا، لان مصر طبعا بتنهج يعني اسلوب مختلف تماما عن دول كثيره، وهو اسلوب دعم التنميه في الدول الافريقيه والحديث باسم القاره الافريقيه في مسائل كثيره، وبالتالي هناك توافق في يعني المقاربات بالنسبه للسياسه الخارجيه الفرنسيه والمصريه، سواء كانت في المنطقه وخاصه طبعا في الازمه الليبيه وغيرها من الازمات اللي اصبحت مزمنه في منطقتنا، وايضا بالنسبه للقاره الافريقيه هناك يعني تطابق في المقاربات المصريه الفرنسيه بالنسبه للعمل في القاره الافريقيه. يعني من المفترض ان في نوفمبر ياتي مؤتمر المناخ الذي سيعقد في مصر، وفرنسا لها باع طويل في هذا الشان، ترى ما الذي يمكن ان تساهم فيه فرنسا في مزيد من الانجاح لهذا المؤتمر المنتظر؟ صحيح، طبعا فرنسا كان لها دور كبير في اتفاق باريس المشهور اللي كان بيؤسس لعلاقات دوليه تتعامل مع موضوع تغير المناخ بشكل عملي، واعتقد انه التعاون المصري الفرنسي من شانه ان هو ينجح ايضا اجتماع شرم الشيخ القادم، وخاصه ان الموضوع تغير المناخ يجب ان احنا يعني لا نؤجله ولا نضعه في مرتبه ثانيه بعد التوتر القائم حاليا بعد الازمه في اوكرانيا، لازم نضعه مره اخرى في المرتبه الاولى، لان هو ده اللي هياثر على مستقبل البشرية يعني كلها ومستقبل كل دول العالم، وهو أمر عبر للحدود، لا نستطيع أن احنا يعني نتوقف أو نحاول أن احنا أو أي دولة تقي نفسها من تأثيره، لأنه هيصل للجميع، وبالتالي التعاون المصري الفرنسي ممكن يكون ركيزة جيدة لبناء نتائج مفيدة للبشرية في اجتماع نوفمبر في شرم الشيخ. نعم، ايضا فرنسا يعني ابدت انها ستسهم في مشاركه مصر في جهودها للتنميه او لتحقيق التنميه الشامله. ما الذي يمكن ان تقدمه من دعم في هذا الشان؟ طبعا فرنسا حضرتك عارفه ان هي بتساهم في مشروعات تنمويه خاصه بالبنيه التحتيه في مصر، وطبعا مش هننسى دورها في موضوع متر والانفاق اللي هو كان له اثر كبير في يعني تسهيل حياه المواطنين في مصر وفي القاهره بالذات. اعتقد انه الفتره القادمه التعاون في مجال الامن الطاقه والامن الغذائي ده هيكون هو ده العنوان الكبير، الدول العالم كلها هتحاول ان هي يعني توفر قدر اكبر من التعاون فيه، لانه ثبت انه اي دوله لن تستطيع يعني الاستمرار بدون ما يكون عندها قوة ذاتية مبنية على عملية التنمية المستدامة داخل أراضيها، ولكن طبعا التعاون في تعزيز فكرة التنمية المستدامة في أي دولة ده أمر مهم جدا في الفترة القادمة، وهتشوفي حضرتك أن هيكون موضوعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة من الموضوعات اللي هيكون فيها تعاون أكبر خلال الفترة القادمة، لأن طبعا ثبت من الأحداث الأخيرة اللي حصلت في الازمه الاوكرانيه انه يجب ان يكون هناك تعاون اكثر يعني في مجال الامن الغذائي فيما بين الدول، يعني بالذات وامن الطاقه وخاصه دول البحر المتوسط، هذاك لازم يكون فيها تعاون اكبر في فتره او في امداد الغاز وغيرها من المشتقات النفطيه، واعتقد ان ده هيكون احد يعني المجالات اللي هتشهد ازدهار في الفتره الجايه. هاتفيا السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. هذا وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 245 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 14 طن مواد غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 3 أطنان سلع غذائية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 7 أطنان.
كما تم ضبط قرابة 4 أطنان دقيق مدعم في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، وضبط 244 قضية، من بينها 61 قضية خبز ناقص الوزن و71 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز. نظمت وزارة الداخلية زيارة للمرضى بالمستشفيات ودور رعاية المسنين بكافة المحافظات، وقامت بتوزيع هدايا عليهم، وهو الأمر الذي أشادوا به وبما تقدمه الوزارة من دعم مستمر لهم، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع. انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على مشاركة فئات المجتمع كافة الاحتفال بالمناسبات ومنها عيد الفطر المبارك، فتحت شعار مبادرة كلنا واحد معك في العيد وبرعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قامت الوزارة بتجهيز هدايا متنوعة لتوزيعها على المرضى بالمستشفيات بعدد من المحافظات. الوزارة وجهت مأموريات إلى عدد من المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية، تم من خلالها توزيع هدايا على المرضى وذويهم، وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبير، في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم في مراحل علاجهم، وهو أمر يسهم في سرعة شفائهم ورفع الروح المعنوية لديهم. قد إيه فرقت مع الأطفال إن هم دي حاجة تفرحهم، وهم لأن هم في رمضان بيبقى عندهم علاج، وحتى في العيد عندهم علاج، وبصراحة المبادرة دي بقالهم أكتر من سنة بيجوا، وبصراحة أنا بحس إن الأطفال بيفرحوا كتير قوي. بحب أوجه الشكر لوزارة الداخلية على مبادرة جميلة جدا اللي عملتها النهاردة، وزعوا كحك العيد والبسكوت على الأطفال، وده طبعا شيء يسلك القلوب ويسعد الأطفال دول ويساهم في العلاج بتاعهم. وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية زياراتها للمرضى بالمستشفيات تأكيدا على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزا لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات. ده شعور جميل جدا الحمد لله، يعني كان له صدى كويس جدا عند الأطفال وعند ذويهم، والحمد لله كانت زيارة كويسة جدا ولها أثر معنوي. حاجة جميلة وحاجة تسعدنا وتفرحنا وتدخل الفرح للأطفال. أنا كنت مبسوط إن الضباط جم وصوروا معانا. كما وجهت الوزارة مأموريات مماثلة لدور رعاية المسنين الذين أشادوا بجهود وزارة الداخلية وحرصها على تلبية احتياجاتهم المعيشية ومشاركتهم كافة الفعاليات والمناسبات. متشكرين قوي لحضراتكم، ومتشكرين قوي ليكم، ومتشكرين لاستضافتكم لينا هنا في الدار عندنا. وكمان النهارده الحمد لله يعني سعيده جدا ان وزاره الداخليه اختارت الفندق واختارتنا، تشجيعهم لينا وابتسامتهم وهداياهم بصراحه الواحد يعني محمل بجمال كتير قوي. هكذا تستقبل وزاره الداخليه العيد برسم الفرحه على وجوه المرضى بالمستشفيات من خلال مبادراتها الاجتماعيه والانسانيه لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو لتوفير ممر آمن للمدنيين المحاصرين في مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية. هذا وشدد بوتين على ضرورة أن تأمر كييف المقاتلين الأوكرانيين المتحاصرين في مصنع أزوفستال بإلقاء السلاح. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إطلاق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا على كسب الحرب ضد روسيا. إلى ذلك قال زيلينسكي إن هناك مدنيين يحتاجون إلى الخروج من مخابئ محصنة تحت مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية بعد قصف روسي أدى إلى تناثر ركام خرساني في المنطقة. انتهت اليوم المرحلة الثانية من عملية الإجلاء في ماريوبول. تم إجلاء أكثر من 344 شخصا بنجاح من المدينة وضواحيها.
هذا هو عدد الأشخاص الذين غادروا اليوم إلى زابوريجيا، وفريقنا يستعد لمقابلتهم. سنقابلهم بنفس الطريقة مثل أكثر من 150 شخصاً تم نقلهم بنجاح من أزوفستال. سيحصل كل منهم على المساعدة اللازمة، وستتم معاملتهم جميعاً بأكثر الطرق دعماً من قبل دولتنا. أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي جمع أكثر من 6 مليارات يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر دولي للمانحين في العاصمة البولندية وارسو. وأوضح مورافيسكي أن الأموال التي تم جمعها خلال المؤتمر سيتم تخصيصها لدعم أوكرانيا ولجميع من يدعمونها خلال الفترة الحالية. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين عن تقديم 200 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر تعهدت فون دير لاين بمواصلة دعم الشعب الأوكراني، ويأتي ذلك في وقت أشارت فيه المفوضية الأوروبية إلى أن استمرار تدفق اللاجئين من أوكرانيا سيؤثر ديموغرافيا على دول الاتحاد الأوروبي. أكد الكرملين أن الدعم الاستخباراتي والعسكري الغربي لأوكرانيا لن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها. وفي كلمة له اتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف دول الغرب بالحيلولة دون نهاية سريعة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك من خلال إمداد كييف بالأسلحة وزيادة تدفق هذه الأسلحة إلى أوكرانيا. أعلن حاكم منطقة لوهانسك سيرهي جايداي مقتل 5 مدنيين بسبب القصف الذي شنته القوات الروسية على المنطقة على مدى 24 ساعة الماضية. وأضاف حاكم منطقة لوهانسك أن القصف تركز في سيفيردونيتسك وبومباسنا، فيما أعلنت أوكرانيا التصدي لأحد عشر هجوما روسيا على إقليم دونباس. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قوات الروسية حاولت التقدم داخل مدينة أزيوم الأوكرانية. وقال مسؤول رفيع في البنتاغون أن القصف الروسي تركز على دونباس وشمال ماريوبولا، والذي لا يزال فيها نحو 1000 جندي روسية، معربا عن اعتقاد واشنطن بوجود مقاتلين شيشان في المدينة وآخرين من مجموعة فاغنر في إقليم دونباس. هذا وقد أعلنت موسكو أن الجيش الروسي أجرى في منطقة كالينينغراد محاكاة لعملية إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه خلال مناورة عسكرية في كالينينغراد أجرى الجيش محاكاة لعملية إلكترونية لإطلاق منظومات إسكندر الصاروخية البالستية المتنقلة القادرة على حمل رؤوس نووية. وأضافت أن القوات الروسية نفذت ضربات فردية ومتعددة على أهداف تحاكي قاذفات صواريخ ومطارات وبنى تحتية محمية ومعدات عسكرية ومراكز قيادة لعدو وهمي. أعلنت روسيا قصف مواقع ومعاقل أوكرانية عديدة الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل 600 مقاتل. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها دمرت معدات جوية في مطار بوسط أوكرانيا ومستودعا كبيرا للذخيرة في مدينة ميكولايف الجنوبية. أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية استقبال 3,163,000 لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية. وذكرت الوكالة أن نحو 25,000 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأربعاء مقابل 16,400 لاجئ في اليوم الذي يسبقه.
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الوقت قد حان لمجموعة السبع لكي تظهر وحدتها، معلنا خلال زيارته العاصمة البريطانية لندن عن عقوبات جديدة على روسيا. ومن بينها كان تجميد أصول 140 مواطنا روسيا وتوسيع نطاق حظر التصدير للشركات العسكرية الروسية. وأضاف كيشيدا أن هجوم روسيا على أوكرانيا ليس مشكلة أوروبية فقط، لافتا إلى اتفاق طوكيو ولندن على التنسيق لمنع تغير الوضع في جنوب بحر الصين. أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد روسيا لن يصل إلى أهدافه، وأن تعزيز قيمة الروبل يشير إلى استقرار القطاع المالي والاقتصاد الروسي ككل. ودعت السفارة في بيان الأمريكيين إلى التخلي عن مثل هذا المسار الذي يأتي بنتائج عكسية، مشيرة إلى أن استمرار موسكو في تعزيز عملتها الوطنية ساهم في استقرار القطاع المالي الروسي واقتصاد الاتحاد الروسي ككل. وأوضحت السفارة أن الولايات المتحدة تدرك أن العقوبات ضد روسيا في قطاع الطاقة تؤدي إلى عدم الاستقرار في سوق الهيدروكربونات وزيادة تكلفة الوقود في العالم. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تهتم بالحفاظ على علاقات جيدة وبناءة مع جميع الدول وخاصة المجاورة. وقال لافروف في تصريحات صحفية إن العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول آسيا الوسطى تتطور بشكل ديناميكي بغض النظر عن تقلبات الوضع الجيوسياسي، لافتا في هذا السياق إلى أن حجم التجارة مع جميع دول المنطقة تقريبا آخذ في الازدياد، موضحا أن قوامها بالإضافة إلى المواد الخام يضم المنتجات الصناعية الزراعية والكيميائية والبتروكيماويات والأدوية والمعادن والسيارات. أعلنت روسيا طرد 7 دبلوماسيين دنماركيين ردا على إجراء مماثل اتخذته كوبنهاجن في ضوء الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إنها أعلنت 7 متعاونين في سفارة مملكة الدنمارك في روسيا أفرادا غير مرغوب فيهم، وأشارت إلى ضرورة مغادرتهم الأراضي الروسية خلال أسبوعين، لافتة إلى أنها رفضت منح تأشيرة روسية لدبلوماسي دنماركي آخر ردا على طرد 15 دبلوماسيا روسيا من الدنمارك بداية أبريل الماضي. قالت وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية باربارا بومبيلي إنها واثقة من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتوصل إلى توافق حول حظر واردات النفط الروسية خلال أيام. وأوضحت بومبيلي أن بعض الدول تعتمد على النفط الروسي أكثر من غيرها، لذا يجب إيجاد حلول حتى تتمكن من الانضمام إلى هذه العقوبات. يشار إلى أن فرنسا استضافت هذا الأسبوع اجتماعا طارئا لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية التعامل مع قرار موسكو وقف امدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لعدم دفعهما بالروبل. من جهته أكد رئيس شركة النفط والغاز النمساوية ألفرد شتيرن أن أوروبا ليست مستعدة لفرض حظر على إمدادات الغاز من روسيا. أضاف شتيرن في تصريحات صحفية أن وقف الإمدادات ستكون له تداعيات كبيرة على الصناعة والاقتصاد. كانت روسيا قد طالبت عملائها الأوروبيين بدفع ثمن الغاز بالروبل، وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي. أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لجهود رومانيا لزيادة تنويع إمداداتها من الطاقة بعيدا عن المصادر الروسية مع مساعدة جيرانها. وأكد بيان للبيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحث في مكالمة هاتفية مع المستشار الرئاسي للأمن القومي في رومانيا الآراء حول تدخل روسيا العسكري في أوكرانيا، وأكد التزامهما المستمر بدعم كييف وفرض عقوبات على روسيا مع تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. He spoke with Secretary Austin, Chairman Milley, General McKenzie, Admiral Vaisley, and myself. The president was briefed that DOD personnel.
رفع بنك انجلترا الفائدة إلى 1% بسبب موجة التضخم العالمية غير المسبوقة، حيث يتوقع البنك ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 10% هذا العام، وبلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في عام عند 7% في 30 مارس، حيث استمرت أسعار الغذاء والطاقة في الارتفاع، وفي الوقت نفسه تراجعت ثقة المستهلك وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. ذكرت وكالة الطاقة النمساوية أن قفزة واسعة وقياسية حدثت في أسعار الطاقة المنزلية في البلاد بنسبة 42% خلال مارس الماضي مقارنة بمارس من العام السابق. وفي تقرير لها أضافت الوكالة أن أغلب الأسر تعاني بشكل متزايد من أثار الزيادات الهائلة في أسعار الطاقة، كما لفتت إلى أن جميع مصادر الطاقة أصبحت أكثر تكلفة بشكل كبير مما كانت عليه في العام الماضي، مشيرة إلى تسجيل معدل التضخم 6.8% على أساس سنوي في مارس الماضي و 2.1% على أساس شهري. وحول موجة التضخم العالمية غير المسبوقة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، بعد التحية، يعني الآن نحن أمام أزمة تضخم عالمية ألقت بظلالها بالطبع على العديد من دول العالم. اليوم بريطانيا وحيدة من هذه الدول، وبنك إنجلترا رفع الفائدة إلى 1% مع ارتفاع التضخم. كيف ترى هذه النسبة وتأثيرها على بريطانيا؟ اولا زي ما حضرتك قلتي احنا في ازمه، وازمه عالميه خارجين من ازمه كورونا، واصبحنا يعني لقينا نفسينا فجاه في ازمه ثانيه مع الحرب الروسيه الاوكرانيه. البنوك المركزيه على مستوى العالم بدات تتحرك، ولما تتحرك معناها انها بتلعب بسعر الفايده عشان تتلافى الضغوط التضخميه نتيجه توقف سلاسل التوريد او نتيجه ازمات الانتاج او توقف التجاره وتوقف عمليه البيع والشراء. وساعتها التضخم بيحدث لما يكون في كميه نقود مع المجتمع مع الناس، وفجاه نلاقي حجم الانتاج او حجم البضائع بيقل نتيجه شح البضائع او نتيجه ارتفاع اسعار او تكلفه النقل، فتبتدي عمليه الانتاج او ان المنتجين والمصنعين سلاسل التوريد تتوقف، يحصل مشاكل في الانتاج، او يبقى فيه خوف في عمليه الانتاج، فيبتدي عمليه الانتاج اللي هو العرض يبتدي يقل، وفي نفس الوقت الطلب موجود، الناس عايزه تشتري، فتكتر الفلوس او السيوله في المجتمع، فيبتدي يحصل تضخم او ارتفاع الاسعار. بتتدخل البنوك المركزيه زي ما شفنا جيروم باول امس، الولايات المتحده المجلس الفدرالي الامريكي رفع نسبه الفائده، بريطانيا رفعت، استراليا اللي كان عمرها ما كان بترفع وبتتكلم عن نسبه الفائده، البنك الاوروبي، دول كتير ابتدت، احنا في مصر يمكن خدنا الخطوه دي مسبقا، دول كتير وطبيعي جدا، وقلنا ان حتى مصر من السياسات الماليه الطبيعيه اللي بتاخدها الدول انها ترفع سعر الفائده علشان تشفط حجم السيوله اللي موجوده في المجتمع، الناس تحط فلوسها في البنوك عشان تغريها سعر الفائده مرتفع، فبالتالي تشفط كميه السيوله اللي موجوده لدى الافراد، وبالتالي تقل عمليه الشراء مؤقتا، فنبتدي نتلافى التضخم. لكن على اي حال، سواء البنوك المركزيه رفعت، كنا بنقول تاني ما فعلته بريطانيا وما فعلته الولايات المتحده واستراليا والاتحاد الاوروبي واللي احنا عملناه، ده اجراء طبيعي بيتخذ الف ب موجود في كتاب الاقتصاد، ان الحكومات او البنوك المركزيه او المصارف المركزيه او الفدراليه لازم ترفع سعر الفائده لما يحصل توقف او ازمات في العرض في الانتاج نتيجه اي ازمه اقتصاديه او نتيجه اي حرب او نتيجه اي ماساه يعيشها العالم. فالسعر الفائده رفع، وانا اتوقع حتى يمكن يعني ان احنا نرفع سعر الفائده، قد يرتفع سعر الفائده في مصر نتيجه رفع سعر الفائده على مستوى العالم. حتى الفدرالي الامريكي توقع ان ممكن سعر الفائده يوصل ل 2.5 و3، ودي ارقام عمرنا ما سمعناها في الولايات المتحده. احنا شايفين تضخم وصل ل 7.8%، يمكن اكبر نسبه تضخم من 40 سنه نتيجه الازمه اللي احنا عايشينها. فطبيعي جدا ان هذه الاجراءات تتخذ، وطبيعي ان البنوك المركزيه والمصارف المركزيه تاخذ هذه الاجراءات حتى يعني نتلافى الازمه. امتى نتلافى الازمه؟ طبعا ما حدش يعرف الازمه امتى هتنتهي. خارجين من ازمه كورونا، وكان في ريكفري او في استعاضه، نسبه استعاضه جيده،
رجعنا في ازمه ثانيه، في حرب ثانيه ما بين روسيا واوكرانيا اثرت على العالم. لكن اللي نقدر نقوله النهارده ان احنا لازم نبقى يعني عن بريكوشس او يعني عندنا نوع من الحذر في عمليه الاستهلاك، نرشد عمليه الاستهلاك، نقلل من عمليه الاستهلاك. طبعا ده ليه اثار ضاره على الاقتصاد، لكن مفترض ان هذه المرحله او تقليل الاستهلاك والانتاج وضخ الاموال تكون عمليه مؤقته حتى لا ندخل في ركود. نعم. وده اللي احنا خايفين منه في مرحله قادمه. طيب هل واضح المدى الزمني يعني الذي ستلقي خلاله الازمه الاوكرانيه على نمو الاقتصاد العالمي بما انه طال دول العالم اجمع؟ هو السؤال هنا سؤال حضرتك امتى تنتهي الحرب؟ طبعا لا احد يعرف متى تنتهي الحرب. استراتيجيا احنا شايفين ان روسيا لم تستطع ان تجري نصر حاسم من الناحيه العسكريه، هناك مقاومه من اوكرانيا، هناك تدفق من الاسلحه من دول كنا نعتقد انها هتقف على الحياد زي المانيا على سبيل المثال او دول الاتحاد الاوروبي. ان امبارح هولندا طلبت تدعيم، المانيا دعمت بالسلاح، الولايات المتحده طبعا وفرنسا ودول كتير بتدعم اوكرانيا بالسلاح، وبالتالي لا اعتقد ان سيكون هناك يعني مخرج قريب لهذا النزاع. روسيا تورطت في هذا النزاع كما تورطت في افغانستان بالمناسبه، ولم نرى اسلحه الردع التي قيل انها قادره على ان تحسم الحرب خلال اسبوع او اسبوعين، فيمكن امل الحرب هيطول. لكن السؤال حضرتك امتى تنتهي الازمه الاقتصاديه؟ اذا انتهت الحرب اليوم سوف يظل التاخير ما لا يقل عن 6 شهور، ما لا يقل عن 6 شهور لثمان شهور حتى نبتدي تاني في مرحله الريكفري او مرحله استعاضه. وكلنا عشنا تجربه امس او اول امس وهي تجربه كورونا، عندما شاهدنا الشات داون او بلوك او توقف الانتاج على مستوى العالم وتوقف التجاره والسفر وما الى اخره، وابتدى الاقتصاد يرجع تاني لكن ما رجعش بشكل سريع، خد مراحل معينه. وبالتالي حتى لو الحرب النهارده توقفت باعتقادي الشخصي ان لن يعود الامان بشكل كامل في الاقتصاد العالمي وحركه التجاره تعود الا بعد 6 اشهر على الاقل 6 اشهر من انتهاء النزاع العسكري. اشكرك جزيلا دكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. وعودة إلى الأزمة الأوكرانية، حيث ننتقل الآن لمتابعة جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن آخر التطورات في أوكرانيا. وشرفهم هذه قيمة عليا، وبغية الدفاع عن هذا الهدف تواجه أوكرانيا ومعها العالم الحر تداعيات العدوان العسكري الروسي. الحرب مستمرة منذ 8 سنوات. في 2021 كان عدد النازحين في أوكرانيا في المناطق المحتلة في القرم ودونيتسك ولوهانسك يتجاوز 1.5 مليون شخص. في نهاية أبريل قدرت منظمة الهجرة الدولية عدد النازحين داخليا كنتيجة للاجتياح الروسي لأوكرانيا ب 7.7 مليون شخص. كل هؤلاء كانوا يحملون العبء نفسه، عبء النزوح، كلهم يحتاجون إلى الحماية نفسها. كما لا ينبغي أن ننسى الأوكرانيين الذين اضطروا للنزوح إلى الاتحاد الروسي من ماريوبول ودونيتسك وغيرها من المدن والبلدات. هؤلاء نزحوا قسريا دون وثائق ودون وسائل الاتصال، وذلك بسبب توغل الاتحاد الروسي. خلال الشهرين الماضيين أكثر من 1 مليون شخص إجمالا اضطروا لذلك، والآلاف من الأشخاص نزحوا قسريا إلى الاتحاد الروسي من أراضي أوكرانيا. ينبغي ضمان أن هؤلاء سيتسنى لهم العودة إلى أوكرانيا أو السفر إلى بلد ثالث.
التحديات التي يواجهها الأطفال والآباء والأمهات في مواجهة الحرب ضخمة. منظمتنا حصلت على اتصالات على الخطوط الساخنة التي وضعناها، وقال لنا الآباء أنهم مستعدون لإرسال أطفالهم إلى دول أخرى إلى أشخاص لا يعرفونهم، وذلك لحمايتهم. هذا ما شاهدناه في خاركيف وماريوبول ومدن أخرى. لقد صدم العالم من قصص فتية صغار يبلغون من العمر 4 سنوات أو أقل يعبرون الحدود بمفردهم أوكرانيا، ودول أخرى تسعى إلى دعم هؤلاء الأطفال الضعفاء العزل، وذلك لتقديم الدعم من طرف حرس الحدود وممثلي خدمات حماية الطفولة. الدول التي تستقبل هؤلاء الأطفال ينبغي أن توفر الحماية وأن تسمح بلم شمل الأسر. كذلك ينبغي إعادة تولى الأطفال بشكل آمن بعد انتهاء الحرب. عدد القتلى والمصابين من المدنيين في ازدياد مستمر. مصائر عشرات الآلاف من الناس في ماريوبول وخرسون وخاركيف وغيرها غير معروفة، الأعداد غير معروفة. يصعب تحديد مصائر أفراد الأسر المختلفة، وثمة حاجة إلى تدابير تحقيقية وللملاحقة، لأن كل حياة ذات قيمة وكل إنسان يستحق أن يعرف ما يحدث لذويه. هناك أوكرانيون غادروا أوكرانيا وبلغوا دول الاتحاد الأوروبي بأمان، وكذلك وصلوا إلى دول أخرى من العالم المتحضر. هؤلاء في غالبيتهم الساحقة هم من النساء والأطفال، لا ينبغي أن نغض الطرف عنهم. ينبغي احترام حقوقهم وتفادي الاتجار بهم وتيسير وصولهم للخدمات بما في ذلك خدمات الصحة النفسية. الأشخاص عديمو الجنسية والمواطنين والرعاية من دول ثالثة والذين كانوا يعيشون في أوكرانيا ينبغي أن يحصلوا أيضا على الحماية على غرار الأوكرانيين. أخيرا، من الأهمية بمكان أن نتذكر عدد النازحين داخليا. عدد كبير من هؤلاء لا يجدون لهم مأوى. في الكثير من الأحيان هناك وحدات سكنية مؤقتة لا تتماشى مع الحدود الدنيا للملاذ الآمن. هناك مراكز أنشئت في المدارس وفي مواقع أخرى لم تصمم لاستضافة الملايين من الأشخاص. هناك الملايين من الوحدات السكنية التي دمرت، وقد شهد العالم أجمع ما حدث في بوتشا وخاركيف وغيرها من المدن. الآلاف من المدنيين عادوا أو لم يغادروا من الأساس. هؤلاء يحتاجون إلى أماكن سكنية ملائمة، ولا سيما في فترة الخريف والشتاء. كذلك ينبغي تقديم دعم ملموس لإعادة بناء المنازل، وكذلك تقديم خدمات صحية. علاوة على ذلك، الدمار الذي حل بالبنى التحتية المدنية يحتاج إلى حلول مستدامة من طرف السلطات الأوكرانية وبدعم من المجتمع الدولي. ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن والمنظمات الدولية والحكومات إلى دعم الأوكرانيين في هذه الأوقات العصيبة باسم الملايين ممن فقدوا أرواحهم وممن نجوا ومن غيرهم. فإن أوكرانيا وهي عضو في الأمم المتحدة منذ العام 45 ينبغي الامتثال لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا. أشكر السيدة لوزان على هذه الإحاطة، وأود أن أسترعي انتباه المتحدثين إلى الفقرة 22 من المذكرة 507، والتي تشجع جميع أعضاء المجلس والمشاركين في جلساته إلى الاكتفاء بخمس دقائق أو أقل
عند تناول الكلمة، وذلك للاستفادة من الجلسات العلنية على النحو الأمثل. أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس وأبدأ بممثل ألبانيا. شكرا سيدتي الرئيسة. هل لي أن أبدأ بتوجيه التهاني للمملكة المتحدة على الرئاسة المقتدرة لمجلس الأمن في شهر أبريل، كما نتمنى لك يا سعادة السفيرة ولفريق الولايات المتحدة كل التوفيق في شهر مايو. أشكر الأمين العام على ملاحظاته وعلى موقفه الثابت وعلى جهوده لتوفير الملاذ الأمن للسكان في ماريوبول في إطار زيارته الأخيرة لروسيا وأوكرانيا. كلنا فخورون بما تنجزه منظومة الأمم المتحدة لمساعدة أوكرانيا وشعبها، والشكر موصول لوكيل أمين العام غريفيث والمفوضة السامية باتشيلي والسيدة لوزان على المعلومات المحينة التي حصلنا عليها. السيدة الرئيسة، إن الحرب التي لا مبرر لها والتي اختارتها روسيا ضد أوكرانيا دخلت شهرها الثالث. روسيا ما زالت تنكر ما يحدث، لكن العالم ما زال يشهد المأساة الإنسانية المستمرة في هذا البلد. رغم دعوات من شتى أنحاء العالم لا نرى نهاية لهذه الحرب. و خلال عيد الفصح واحتفالات الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القيامة، شهدنا استمرارا لهذا النزاع ولا سيما الهجمات ضد البنى التحتية المدنية، حالات القتل خارج إطار القانون، العنف الجنسي والاغتصاب وأعمال أخرى ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ما زالت مستمرة، وهذا ما أشار إليه وكيل الأمين العام غريفيث. المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا ما زالت تواجه قصفا عنيفا، مما يؤدي إلى دمار إضافي وفقدان في الأرواح. في كل مرة نلتقي فيها هنا نحصل على تقارير إضافية بشأن المزيد من الدمار، على غرار شقة تم قصفها في أديسا مما أدى إلى مقتل 8 من المدنيين منهم رضيع في شهره الثالث. أفعال روسيا لا تقتصر على أوكرانيا، هناك الملايين ممن اضطروا لعبور الحدود. لم يكن من الممكن أن نتخيل أن سلة قمح العالم ستتحول من حقول للقمح لمنطقة حرب مدمرة. فهذه الحرب تمثل حربا على بلد وكذلك دمارا بالنسبة إلى مناطق عديدة عبر العالم. لقد اكتشفت مئات الجثث في محيط كييف، الغالبية العظمى من المدنيين الذين قتلوا بالرصاص بطلقات في رؤوسهم. عندما يقتل المرء فردا من أسرته فهو بمثابة الوحش. تخيلوا أن الجنود قاموا بالقتل والاغتصاب وهؤلاء يحصلون على النياشين والأوسمة والمكافآت. كل المؤشرات تبين أن عددا من القيادات العسكرية تقوم بإرهاب المدنيين. هذا هو النصر على الطريقة الروسية عندما يفشل العسكريون في مسرح العملية. تابعنا مع حضراتكم جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن آخر التطورات في أوكرانيا. في بريطانيا أدلى الناخبون اليوم بأصواتهم في الانتخابات المحلية، ومن المقرر أن يشارك في إنجلترا أكثر من 4000 عضو في 146 مجلسا في الانتخابات في المدن الرئيسية بما في ذلك ليدز ومانشستر وبرمنغهام وكل ضواحي لندن البالغة 32 ضحية، كما ستجرى كل مجالس اسكتلندا 32 وكل مجالس ويلز 22 انتخابات، وستغلق مراكز الاقتراع أبوابها في 10 مساء. أعلن الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى ألمانيا يوم الاثنين في أول زيارة رسمية له بعد إعادة انتخابه.
أضاف الإليزي أن المحادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز ستركز على سياسات الدفاع والطاقة. بعد أسبوع من وعد قطعه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتسريع تطوير ترسانة نووية لبلده، أطلقت بيونغ يانغ صاروخا أكدت سيول أنه باليستي. وجاء الاختبار الجديد بينما تتوقع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة استئناف بيونغ يانغ لتجاربها النووية التي توقفت في 2017. لا تزال كوريا الشمالية تتسبب في إرباك دول العالم من خلال التجارب الصاروخية المستمرة منذ مطلع العام الجاري، فبيونغ يانغ أطلقت صاروخاً أكدت سول أنه باليستي بعد أيام قليلة من وعد الزعيم الشمالي بتسريع تطوير ترسانته النووية. الزعيم الكوري الشمالي أكد في مارس الماضي استئناف بيونغ يانغ تجاربها النووية التي توقفت قبل 5 سنوات لتأتي عملية الإطلاق الجديدة قبل أقل من أسبوع من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول المحافظ الذي وعد بتبني سياسة أكثر صرامة مع الجارة الشمالية. أما الجارة الجنوبية فقد أكدت أن الصاروخ اجتاز مسافة 470 كيلومتر ووصل ارتفاعه إلى 780 كيلومتر قبل أن يسقط في بحر اليابان. طوكيو أكدت أن مسار الصاروخ أنهى تحليقه خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية، ولكن وزير الدولة الياباني لشؤون الدفاع أعرب عن أسفه من فعل بيونغ يانغ، مؤكداً أن إطلاق الصواريخ الباليستية المتكرر يهدد سلام وأمن بلاده. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حض كوريا الشمالية على احترام التزاماتها الدولية، مؤكداً أن عملية الإطلاق لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات الإقليمية والدولية. فخلال الأشهر الماضية سرعت كوريا الشمالية بتحديث قدراتها العسكرية وأجرت أكثر من 14 تجربة على أسلحة محظورة منذ بداية العام الجاري. ونشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. تفشي جديد لفيروس كورونا بالصين، والسلطات الصحية تلزم سكان عدد من الأحياء بالعمل من المنزل. أعلنت الصين تسجيل 50 إصابة محلية بفيروس كورونا غدا تأكيدها أن سكان حي تشاويانغ الأكثر اكتظاظا ويضم 3.5 ملايين نسمة يجب أن يعملوا من منزلهم. يأتي هذا في الوقت الذي طلب فيه من العاملين المضطرين للتوجه إلى مكاتبهم قيادة سياراتهم بأنفسهم وتجنب التجمعات. كما أصدرت السلطات الصينية قراراً لسكان عدد من الأحياء في بكين بالعمل من منازلهم، بينما بقيت عشرات من محطات المترو في جميع أنحاء المدينة مغلقة. مرة أخرى يعود فيروس كورونا للمشهد العالمي بالرغم من استحواذ الأزمة الأوكرانية على انتباه الصحافة والإعلام، إلا أن كورونا عاد من جديد وبقوة. فما بين إصابات لمشاهير على رأسهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي أظهرت نتائجه إيجابية إصابته بالفيروس رغم تلقيه لجرعات من اللقاح، تأتي الصين على رأس قائمة الدول الأكثر تحسساً تجاه الوباء. فبرغم قلة أعداد الإصابات بشكل نسبي، طالبت السلطات في بكين السكان بالعمل من المنزل للحد من انتشار المرض. عطلة وطنية هشة وباهتة عاشتها الصين، حيث تم إغلاق عشرات من محطات قطارات الأنفاق مع فرض فحوص جماعية، كما منعت سلطات العاصمة تناول الطعام في المطاعم وأغلقت الصالات الرياضية. شوارع العاصمة بكين شهدت ازدحاما أقل بقليل من المعتاد في أيام العمل العادية، كما أدى إغلاق عشرات من خطوط الحافلة وأكثر من 10% من محطات مترو الأنفاق في إطار التدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا إلى تعقيد التنقل. حزمة من الإجراءات الحذرة تداوم السلطات الصينية على اتخاذها بعد الإغلاق الطويل الذي شهدته شنغهاي أكبر مدينة في الصين، وأدى إلى نقص الغذاء وحالة من الغضب العام، كما تراجعت عائدات السياحة المحلية على مدى 5 أيام أكثر من 40% عن معدلها العام الماضي بحسب أرقام رسمية.
ولذا تصر السلطات في بكين على تجنب مصير شنغهاي التي عانى معظم سكانها والبالغ عددهم 25 مليون نسمة حبسا محبطا داخل مجتمعاتهم السكنية لأكثر من شهر. سجلت السلطات اليابانية 20,779 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 18 حالة وفاة جديدة. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن عدد الحالات الحرجة في مستشفيات البلاد بلغ حاليا 166 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 7,598,247 شخصا. تفقد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي غرفة العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة الانتخابات النيابية في الخارج والتي أنشأتها وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية. وخلال زيارة وصف ميقاتي إنشاء غرفة عمليات الانتخابات في الخارج بالخطوة الإضافية التي من شأنها شد الأواصر بين لبنان واللبنانيين في الخارج، داعيا جميع اللبنانيين إلى الإقبال على الاقتراع النيابي بكل حرية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في لبنان في 15 من مايو الجاري. وحث غوتيريش في تقرير جديد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تشكيل سريع للحكومة بعد إجراء الانتخابات النيابية في لبنان، بما يمنح الأولوية لتنفيذ إصلاحات تعالج أزمات البلاد المتعددة. وأشار غوتيريش إلى تعمق حالة الاستقطاب السياسي في لبنان، لافتا إلى أن الشعب اللبناني يصارع يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية الجوهرية. وما زلنا في الشأن اللبناني، حيث تجرى الانتخابات النيابية يوم 15 من مايو الجاري، والتي يتوقع أن تمهد للاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. وتقام الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات بواقع 128 مقعدا، كما بلغ عدد المرشحين نحو 1044. في ظل أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة وانهيار للعملة المحلية مقابل الدولار، تبقى الانتخابات النيابية اللبنانية المزمع إجراؤها في 15 من مايو الجاري هي الطريق الذي يمهد الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان. فالانتخابات البرلمانية التي تجري كل 4 سنوات تتم وفق التوزيع المعتمد منذ اتفاق الطائف في عام 1989 بواقع 128 مقعدا بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في عموم البلاد. وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي أعلن في وقت سابق أن عدد اللوائح الانتخابية بلغ 103 مسجلا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالانتخابات النيابية الماضية في عام 2018، إذ بلغ العدد حينها 77 لائحة فقط. مع غلق باب الترشح في مارس الماضي بلغ عدد المرشحين 1044 مرشحا، إلا أن العدد انخفض إلى 718 بعد انسحاب 42 مرشحا وسقوط ترشيح 284 لعدم انضوائهم تحت أي لائحة طبقا للقانون اللبناني. الرئيس اللبناني ميشيل عون دعا جموع اللبنانيين إلى اختيار الشرفاء الذين يتحلون بإرادة العمل في الانتخابات النيابية، مستنكرا ما وصفه بتصاعد نسبة المال الانتخابي في فترة الدعاية الانتخابية، مشددا على ضرورة عدم اختيار المرشحين لقدراتهم المالية بل لما في قلوبهم وعقولهم من أفكار لإنقاذ لبنان. وصل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد إلى محافظة نينوى لتفقد القوات العسكرية في المحافظة. وأكدت وكالة الأنباء العراقية أن وزير الدفاع عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة. كانت مدينة الموصل الواقعة شمالي العراق قد شهدت الخميس الماضي تفجير سيارة مفخخة أمام أحد محال بيع الملابس العسكرية، ما أدى لسقوط 5 جرحى وإلحاق ضرر مادي بالمكان.
سجلت أكثر من 1000 حالة اختناق في العراق بسبب عاصفة ترابية تضرب مناطق في وسط وجنوب البلاد منذ ليلة الأربعاء. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن العاصفة هي السابعة خلال نحو شهر، حيث غطى الغبار 6 محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد ومحافظات الأنبار وكركوك والنجف وكربلاء وصلاح الدين. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن بقصر قرطاج، وشهد اللقاء بحث المسائل المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، وكذلك الحوار من أجل تأسيس جمهورية جديدة في البلاد. كما تم التطرق خلال اللقاء إلى القضايا المتعلقة بالوضع المالي في تونس وضرورة إيجاد التوازنات اللازمة في هذا الشأن. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 792 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى منذ الصباح الباكر، في وقت تواصلت فيه المواجهات بين المصلين بالمسجد الأقصى والقوات الإسرائيلية التي حاولت منع المصلين من الوجود في باحات المسجد وحصرت عددا منهم في المسجد القبلي واعتدت عليهم باستخدام قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي. والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. ودينا شرف، أهلا بك دينا، تفضل. شكرا لك صحة، شكرا لك إيمان. والآن موعدنا مع أخبار الاقتصاد محليا وعالميا. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر انفوجراف حول تصنيف وكالة فيتش لمصر. وأوضح الانفوجراف أن وكالة فيتش تؤكد تصنيف مصر مع نظرة بي بلس عند نظرة مستقبلية مستقرة، لافتا إلى أن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية بالإضافة إلى اقتصادها الكبير ونموه القوي. وتابع الانفوجراف أنه يتوقع نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد، مشيرا إلى أنه ما زال من المحتمل زيادة الإيرادات في نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بالسابقة عليها، بالرغم من انخفاض عدد السائحين الوافدين من روسيا وأوكرانيا. أكدت الحكومة على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئاسية سيتم تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من الخارج وتعظيم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق ACI للشحنات بالموانئ البحرية والجوية، وذلك على نحو يسهم في تنشيط حركة التجارة وتشجيع الصادرات. وأوضحت الحكومة أنها نجحت مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، حيث انضم إليها أكثر من 32,000 شركة و83,000 مصدر أجنبي، وأن هذا النجاح دفعنا لبدء التشغيل التجريبي بالموانئ الجوية في منتصف مايو الجاري والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر المقبل. كشف أحدث تقرير لوزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الربع الأول من العام الجاري، قيام الهيئة باستقبال 26,724 رسالة تضمنت 13,559 رسالة وواردات صناعية و13,165 رسالة واردات غير صناعية. وقالت الوزارة أنها تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير منظومة العمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبما يسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد تطوير مختلف فروع الهيئة وميكنة كافة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين. أكد
أكد وزير البترول طارق الملا أن هناك رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق المزيد من النجاحات في مجال صناعة البتروكيماويات وخلال الفترة المقبلة، كونها صناعة القيمة المضافة وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد مصر الطبيعية خاصة الغاز الطبيعي. وفي بيان وجه الملا بأهمية التنسيق والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات الجديدة، وكذا أعمال الصيانة الدورية وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بشركات البتروكيماويات القائمة باستخدام أحدث التكنولوجيا المتطورة لمواكبة التحديات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية. يعمل عدد من القطاعات بوزارة الزراعة خلال عطلة عيد الفطر المبارك. هذه القطاعات تهتم بمحور الصحة النباتية والحيوانية عبر المراقبة المستمرة للمعامل الخاصة بالأغذية الواردة والصادرة مثل الحبوب، وعلى رأسها محاصيل القمح. مجهودات كبيرة ومستمرة في أيام عيد الفطر بعدد من القطاعات بوزارة الزراعة من أجل الاهتمام بمحور الصحة النباتية والحيوانية عن طريق المراقبة المستمرة للمعامل، ومن أهمها الخاصة بالأغذية الواردة والصادرة مثل الحبوب، وعلى رأسها محاصيل القمح. ملف القمح إن شاء الله الحمد لله بخير إن شاء الله، يمكن إن شاء الله الحصاد بس يمكن اتأخر أسبوعين أو ثلاثة نتيجة الظروف الجوية، لكن زملائنا موجودين في مديري مديريات الزراعة مع مسؤولي وزارة التموين على أرض الواقع. أعتقد أن المحصول مبشر، محصول بخير إن شاء الله، في رغبة ويعني استعداد من الفلاحين والمزارعين في ضوء التيسيرات اللي قدمتها الدولة، وفي ضوء استيعابهم لدورهم القومي، والفلاح والمزارع المصري يعني بيستوعب دوره القومي، وبنشكره في هذا الأمر، بنشكره في عيده وبنشكره في دعمه للدولة المصرية، والدولة المصرية لن تتخلى عنه في أي يوم من الأيام. ويعني شفتوا دائما توجيهات سيادة الرئيس بالاهتمام بالمزارع والفلاح. تتنوع التخصصات المعامل من تحليل لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية إلى التأكد من صحة المنتجات المحلية بفحصها قبل طرحها في السوق المحلي أو تصديرها للخارج، بالإضافة لغرف خاصة لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية. بنستقبل العينات الخاصة بالصادرات والحصلات الزراعية وكمان الواردات، لكن المهم قوي بالنسبة لي إن أنا أدعم دايما منظومة الصادرات، وإن ما تتوقفش أي شحنة بسبب عملية التحليل. لذلك المعمل شغال طول فترة الأعياد والأجازة الرسمية وبيشتغل 24 ساعة. تم تشكيل غرف عمليات لتلقي بيانات التعدي والتعامل الفوري مع أي حالات تعدي على مستوى المحافظات، وزي حضراتكم وكنتم متواجدين دلوقتي، الإدارة المركزية خلال فترة العيد بتعمل طول فترة الأجازة، عاملة نبطشيات لمتابعة التعديات ورصد كافة أنواع التعدي على مستوى الجمهورية بالتواصل مع مديريات الزراعة المختلفة. كانت الدولة قد عملت خلال الفترة الأخيرة على حفظ السلع الاستراتيجية وتخزينها ببناء الصوامع والتأكد من صحة وجودة المنتجات الواردة والصادرة مع الالتزام الكامل بالمعايير الصحية العالمية. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. تواصل صومعة سدس لتخزين القمح بمركز بيبا جنوب محافظة بني سويف، تواصل استقبال محصول القمح من الفلاحين والموردين والتجار، وتقديم كافة التسهيلات لهم وتوريد المستحقات المالية إليهم بعد 48 ساعة. وتعتبر صومعة أحد المشروعات التنموية بالمحافظة، والتي تم افتتاحها في شهر مايو من عام 2017 الماضي، لتضاف إلى المشروعات التنموية داخل المحافظة. بدأنا استلام القمح المحلي موسم 2022 بعد أجازة عيد الفطر المبارك، ثالث يوم العيد شغالين الحمد لله. اللجنة بتبدأ فرز من الساعة 8 صباحا للساعة 6 مساء، احنا الصومعة شغالة 24 ساعة الحمد لله رب العالمين في الاستقبال القمح المحلي. سيادة الوزير وجه في التوجيه الوزاري والضوابط الوزارية ان احنا نسلم مبالغ التوريد او المبالغ المالية للفلاح او التاجر خلال 48 ساعة. نسعى جاهدين الحمد لله رب العالمين ان احنا نورد الفلوس للتاجر او الفلاح في خلال 48 ساعه. السعه التخزينيه هنا في صومعه سيتس 60,000 طن موزعه على 12 خليه تخزين، سعه الخليه الواحده 5,000 طن. انا جبت المحصول بتاعي هنا وسلمته وجبطت فلوسي وتمام التمام، ونشكر سياده الرئيس على الاهتمام الكبير بالفلاحين واهتمام زايد، وهنا 100 100 التسليم.
تفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عددا من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها بهدف متابعة سير العمل. شملت الجولة التفقدية معدية الأفراد بالقنطرة وشركة قناة السويس للاستزراع المائي، وعقب ذلك توجه الفريق ربيع للتفقد شركة قناة السويس للاستزراع المائي للوقوف على الموقف التنفيذي للمخطط العام لتطوير الشركة ومدى مطابقته للجدول الزمني المقرر. وتابع رئيس الهيئة مستجدات أعمال الاستزراع، حيث من المقرر بدء استزراع 11 مليون زريعة جمبري مطلع الأسبوع القادم. في تونس، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 7.5% من إبريل مقارنة مع 7.12% في مارس، وكان التضخم قد سجل في فبراير 7%. وقال مكتب الإحصاء الحكومي إن مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفع 8.7% في إبريل مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. في الولايات المتحدة، ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتوافق مع صعوبة الظروف في سوق العمل وتحقيق المزيد من مكاسب الأجور. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة ارتفعت 19,000 إلى 200,000 طلب، وذلك بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع الماضي. وكانت الطلبات تحوم دون مستوى 200,000 منذ منتصف فبراير وسط طلب قوي على العمال. ختام أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى إيمان وصحر، إليكما. شكرا لك دينا. ارتفعت حصيلة انهيار مبنى في وسط الصين إلى 26 قتيلا بحسب ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بعد نحو أسبوع من سقوط المبنى الذي كان يضم فندقا وشققا سكنية ودارا للسينما. وانهار المبنى المؤلف من 8 طبقات في 29 من إبريل الماضي في مدينة شانكشا لأسباب لا تزال مجهولة. هذا وأسفرت عمليات البحث والإنقاذ عن إنقاذ 10 أشخاص كانوا عالقين تحت الأنقاض وسقوط 26 قتيلا آخرين. والآن ننتقل إلى متابعة أخبار الرياضة. نتابعها مع دينا شرف، تفضلي دينا. شكرا لك إيمان، شكرا لك صحر، والآن موعدنا مع أخبار الرياضة. يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة ضيفه وفاق سطيف الجزائري يوم السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور قبل النهائي بعد تخطي عقبة الرجاء الرياضي المغربي في الدور ربع النهائي، بينما بلغ وفاق سطيف النصف النهائي بعد فوزه على الترجي التونسي. استأنف الزمالك تدريباته اليوم في إطار الاستعداد لمباراة إنبي يوم 10 مايو الجاري في الجولة 18 من الدوري الممتاز. وخاض لاعب الزمالك فقرة بدنية خلال المران، حيث قام اللاعبون بمجموعة من تدريبات سابقات سرعة وقفز الحواجز بجانب عدد من التدريبات البدنية بالكرة. يحل بيراميدز غدا ضيفا على سموحة في الجولة 14 من الدوري الممتاز. وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يستضيف الإسماعيلي فريق المصري البورسعيدي.
أفادت تقارير صحفية بأن الدولي المصري لاعب اتحاد جدة أحمد حجازي لم يرافق بعثة ناديه إلى مدينة الإحساء لمواجهة الفتح في الجولة 26 من الدوري السعودي. وسيظل حجازي بحسب التقارير الصحفية ذاتها يواصل برنامجه التأهيلي بمقر ناديه على أن يكون جاهزا لمباراة الكلاسيكو أمام الهلال يوم الأحد الموافق 15 من مايو الجاري ضمن منافسات الدوري السعودي. تأهلت التونسية المصنفة العاشرة عالميا أنس جابر إلى المباراة النهائية من بطولة مدريد المفتوحة للتنس. عبور أنس جابر جاء عقب تغلبها على الروسية كاترينا ألكسندروفا بمجموعتين نظيفتين بواقع 6 أشواط لشوطين في المجموعتين. And the magic run for the qualifier Alexandrova comes to an end. What a performance by her to get through, but the day belongs to Ons Jabeur. ختام اخبار رياضة عودة مرة اخرى الى ايمان وسحر، اليكما. شكرا لك دينا شرف. قالت الشرطة الفرنسية ان لصوصا مسلحين بمسدس واحد على الاقل سرقوا متجرا للساعات والمجوهرات تابعا لشانيل في وسط باريس، ثم لاذوا بالفرار على متن دراجتين ناريتين. ووقعت عملية السطو في وضح النهار بمنطقة بلاس فانتوم بوسط باريس، والتي شهدت عملية سرقة أخرى لمقتنيات باهظة الثمن العام الماضي. وأظهرت لقطات فيديو تحققت شرطة باريس من صحتها لصا كان يحمل ما بدا أنه سلاح آلي خارج متجر شانيل في شارع ري دو لابي. وبعد ثواني خرج من المتجر 3 لصوص آخرين كانوا يرتدون ملابس سوداء ويضعون خوذات حاملين حقائب، وانطلق الأربعة على متن دراجتين ناريتين. والآن مشاهدينا موعدنا مع الأحوال الجوية. مرة أخرى دينا شرف. شكرا لك سحر، شكرا لك إيمان، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، ونبدأها من العاصمة القاهرة العظمى 27 وصغرى 17، اسكندرية 22 17، مطروح 21 16، بورسعيد 23 17، الإسماعيلية 28 17، السويس 27 17، العريش 23 16، طابة 29 16، شرم الشيخ 31 21، الغردقة 30 20، الأقصر 33 20، أسوان 35 21، الوادي الجديد 32 20، شلاتين 31 19، وأخيرا حلايب 28 19. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة في اليوم.
بهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، ويتبقى التذكير بالعناوين. خلال اتصال مع ماكرون، الرئيس السيسي يؤكد أهمية التنسيق مع فرنسا بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط. رئيس الوزراء البولندي يعلن جمع أكثر من 6 مليارات يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر للمانحين. بنك إنجلترا يرفع الفائدة بسبب موجة التضخم العالمية غير المسبوقة. ختام نشرة التاسعة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.